طبعا بعد أن تقطعت السبل الباقي المتبقي من أبناء محافظة دير الزور داخل المدينة، يحاول بعض أبنائها تقطيع ما يتوفر لهم من مادة الخشب. طبعا هم مجبرين على ذلك لعدم وجود وتوفر مادة المازور، وهي مفقودة تماما عن المحافظة. يحاولون تجهيز بعض جذوع الأشجار تقطيعها قبل حلول الظلام ليل هذا النهار، وهو ليل بارد على أبناء المحافظة حاليا داخل محافظة دير الزور الباقي المتبقي. ومنها أيضا يجهزون هذه المادة كذلك للطبخ لعدم توفر مادة الغاز. هم دائما مجبرين على ذلك الأمر، دائما يتحسب الله فيما يحصل في مدينة دير الزور. هي صامدة كما أبناؤها. مادة المازوت مفقودة كليا عن متناول أبنائها، كما هي مادة الغاز التي حسب الله لك الله يا دير الزور يعوضك الله صبرا إلى صبرك. أنت صبرت كثيرا، حاليا طريقة التموين كما يقال يجهزونها لإحراقها بقدوم ليل هذا اليوم. لك الله يا دير الزور ولك الله يا سوريا، الفرج قريب بإذن الله تعالى. حي الحميدية 7/1/2013 دير الزور.